الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد بلد جسد رسو جزو نضو عضو له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مساوي له ولا مقابل له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحدة السبحان ووحدة الرحمن ووحدة الإعلان ووحدة الإتقان ووحدة الإتقان ووحدة القرآن بعزة الرحمن ثم نشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود ولا مسجود إلا هو ولا مانع ولا معطي إلا هو ولا نافع ولا ضار إلا هو ولا كاشف الضر والبلاء ولا مجيب السؤال والدعاء إلا هو ولا ناصر ولا نصير ولا قادر ولا قدير إلا هو ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوثق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيقنا خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلائق سيد الأولين والآخرين أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على محمد المصطفى والمرتقى والمجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصلي كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدات الطاهرات بنات النبي المصطفى وأهل بيته المطهرة رضي الله تعالى عنهن وعلى عميه النبي المجتبى
سيدنا العباس وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنهما وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الكريم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.